صلى الإله صلى على الذي تجلى صلاته دوام فحبه ضياء إليه شوق قلبي ومنه وحي ربي أتى لنا إماما وهديه ضياء محمد حبيبي هداه نور دربي فقل معي سلاما لخير الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد، أحييكن بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عارفة أنه اليوم ما يوم محاضرات الأصل، يعني لأنه أنا أعرف أنه الناس عادة يعني جمعة وسبت مع أولادهم يريحوا وكذا، فعنينا بكم، لكن إن شاء الله يعني نسأل الله تعالى إنها تكون يعني تفيد إن شاء الله وتنفع وترفع وليس العكس بإذن الله تعالى. يمكن الموضوع أنتم في نظركم إنه بعده الحق بعيد، بعده يعني ما له من تو، ليش تتكلمي عنه الحق من تو؟ مو أهمية الموضوع، وليش أصلاً إحنا دائماً مشكلتنا إنه لما نتكلم عن حاجة نتكلم عنها لما يكون قبل بأسبوع، قبل بكم يوم، إيش المشكلة إن إحنا نتكلم عنها قبل؟ فذي يعني عادة إنه إحنا دائما نخلي الأمور إلى أضيق الوقت، أصلاً من الممارسات اللي ما يفترض إنها تمارس، مثل لما شهر رمضان يجي بنفس الحالة، قبل بعشرة أيام نتكلم عن رمضان، مع إنه يفترض يتم التحفيز لرمضان قبل بثلاثة أشهر بأربعة أشهر. حتى يكون الاستعداد على أحسن وجه وأكمل وجه. وقبل ما يعني أدخل في تفاصيل الموضوع بسأل سؤال، لو افترضنا أنت نويتي تروحي الحج أو قررتي أنش أنت تروحي الحج، إيش السؤال أو أبرز سؤال ممكن يخطر على بالك بعد ما تنوي أنش أنت تروحي الحج؟ أكثر سؤال ممكن يخطر على بالك أو تفكر فيه، كيف بتكون المناسك؟ يعني هل الله بيتم عليه فضله وكملها ولا بيصير شيء؟ يعني تسألي عن المناسك، بعد في سؤال ثاني ممكن تفكروا فيه؟ حاسبة الاستعداد للحج يعني. أيوة، كيف استعد للحج؟ بعد حد يجي في باله سؤال معين، شيء معين؟ هاي تفضلي. يعني دائما لما تكون تبغي تروح الحج يجيش هذاك السؤال اللي هو انه بين مسؤولياتي وبين اداء فريضة الحج، يا ترى وين اوازن او وين ابدي؟ سؤال خطير. وشي عندك حقوق الناس على الاخرين؟ ايوه، تبداي مثلا تتسائلي عن، ايوه تبداي ايش تفكري بين المخالفات او خلينا نقول النزاعات اللي بيننا وبين الناس. عموما الاسئله اللي سالتوها عاده تعبر عن هموم كل شخص ما لها علاقه بالحق. يعني السؤال اللي سالتوه، الاسئله اللي طرحتوها هي عباره عن همومي، وفي الواقع هي نفسها اللي تاخرني. يعني اللي تتكلموا عنه هو نفسه أيضاً اللي يأخر. فالأصل لما أتكلم عن الحج يفترض أنه أسأل قبل كل شيء إيش هي أصلاً هذه فريضة الحج وليش الله تعالى فرضها علينا؟ لأنه إحنا لما ما نكون عارفين أهمية عبادة أو فريضة عادة نتعامل معها على إنها مهمة وإنه أنا لازم أنفذها، ولأنه لازم أنفذها أنا عادي ممكن أأجلها بأي مبرر. ممكن المبرر يكون أولاد، ممكن المبرر يكون إنه بيكون تعب ما مناسب، أو لأنه جه الحج في الصيف
ما هو يجي الحين لا رايح على الشتاء ان شاء الله، لكن هي الفكره وايش؟ انه ممكن يكون من ضمن الامور انه في ذي السنه ما ينفع، بنتظر شويه لما يكون في الشتاء وبيكون حر وما اروم وانا عندي كذا وعندي كذا من الامراض، فيبدا ايش؟ او مثلا تقول حال نفسها انا ما عندي محرم كيف اتصرف، الى اخره من الامور اللي ممكن تتساءل عنها المراه. لكن في واقع الامر كل هذا ما يصب في خدمه انه انا اروح. كلمه انه انا نويت اروح الحج بمعنى انا قصدت اني اروح الحج، وعشان اكون قاصده الاصل اكون صادقه في ذلك واعمل اني اروح، مش العكس. يعني ما افكر في الصعوبات وانما افكر ايش المجهود اللي ابذله عشان انا في النهايه اصل الى هدفي او انه انا احقق او اقوم بفريضه الحج. وهذا يمكن اكثر الاشياء اللي فهمناها غلط. كيف فهمناها غلط؟ يعني احنا لانه الحديث وطبعا اداء الحج لمن استطاع اليه سبيلا، فكلمه لمن استطاع اليه سبيلا هذه بين قوسين عامله ايش؟ هي الازمه. لانه من استطاع، ترى الله تعالى قايل لمن استطاع إليه سبيلا، فأنا توما جاهزة، فيبدأ الموضوع ماله يسوف مبررات، فيقول حسب التفاصيل أنا فاهمة إنه ما ينفع، كأنه في واحدة تريد تدخل وما عارفة تدخل. طيب إذن يفترض إنه لما أجي أفكر بإني أنا أروح الحج، وعلى فكرة مش بس أروح الحج، أي عمل أي عمل أنت تعمله الأصل أنه أنت ما تفكر في المشكلات. ليش؟ لأنه تفكيري في المشكلة أو في الصعوبات في واقع الأمر يخليني أتراجع الورق، ما يخليني أنفذ، وهذا أساساً متعارض مع سنة من سنن الله. تعرفوا إيش هي هذه السنة؟ الحياة فيها سريان، والسريان هذا لابد أن يكون في حالة ماذا؟ يسر. فلما أنا أفكر بطريقة عكسية معناته أنا عسرت على نفسي، فطبيعي إذا أنت تمشي ضد سنة الله تعالى هتتعب، مثل واحد يمشي ضد الجاذبية بالضبط. لذلك أي مهمة، أي مهمة إن كانت، يعني ما ضروري الحق، أي عبادة أو أي عمل أنت تعمله الأصل لا تفكر في المشكلة، وإنما فكر ما الذي أفعله لأنفذ المهمة. يعني على سبيل المثال أنا عندي خلينا نقول ديون، وربما هي اللي مانعتني من إن أنا أروح الحج. الأصل أفكر كم من الوقت أحتاج عشان أسدد هذه الديون، وكيف أسددها، وأبدأ أبذل جهد عشان أسددها بحيث إن أنا أروح الحج. لكن إحنا وش نسوي؟ أنا علي ديون صح؟ ترى ديوني لين ربك ييسر، يوم ربك ييسر، وأنا إيش؟ وأنا خاطفة والدنيا تخطف، وخلاف يوم يصير العمر 60 و70 ذيك الساعة أتفيق أروح، وعاد يشلوني في ذاك الكرسي لا متعة ولا شيء. إيه أيوة، يعني هو يحتاج طبعا جهد، لكن إنش أنت تروحي وصحتش بدأت مالها، يعني شو اسمه تبدأ. أيوة، فأنا يفترض الأصل أي عمل خير فيه خير، الأصل فيه المسارعة ما العكس، الأصل فيه المسارعة وليس التمسك بالمبررات، لأن المبررات ليست سوى أحاديث شيطانية يلقيها في النفس. باختصار يروح يقولنا أنت عندك كذا، أنت عندك كذا، أنت ما يستوي، أنت عندك مشكلة المحرم، فتلقيها أتقول لش أنا والله أريد أروح بس المحرم. طب يا حبيبتي أنت تقولي ناوية صح؟ إذن ادعي الله تعالى إن الله تعالى ييسر لك المحرم. على فكرة يعني في كثير ناس تقف عند النقطة وتقول يعني ما لاقي محرم، ما عارفة مو أسوي، مع إنه الأمر ما مطلوب منها تسوي شيء، باغية حاجة معينة اسأل الله تعالى، والله تعالى يقول واسألوا الله من فضله، ما تعرفي وتعلمي إلا والله تعالى ييسر لك الأمر. لكن لأنه أنا حاطتها ومشغولة فيها طبيعي الأمر ماله يتعطل، أو بمعنى أصح يتوقف.
طيب احنا طبعا ان شاء الله خلال هذه المحاضرة شوية بنتكلم بتفاصيل عميقة. يمكن سابقا تكلمت عن بعض النقاط، لكن اليوم بتكلم عن شيء وهو مهم لأي عمل، ما بس الحق. ولذلك انا حتى ما سميته الحق او شيء، سميته وجهت وجهي، لانه الاصل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، مش بس الحق، يعني كل تفاصيل حياتي يفترض تكون وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. الاصل كذا، ما الاصل انه انا يعني الموضوع ابدا ايش اعطله. تمام، اذا راح نتكلم عن ايش اهميه عباده الحق، الى ماذا ترمز. الشيء الثاني، في كذا حقائق احنا ما فاهمينها عن الحق وعن الحياه بشكل عام، وعاده ما يتم للاسف الاشاره اليها، لانه دائما لما يتكلموا عن الحق التركيز على المناسك، انه انت كيف تحرم، ايش شروط الاحرام، انه انت كيف تطوف، وانت كيف تسعى، وايش تسوي بعد عرفات، وايش تسوي بعد كذا، والى اخره. فيصير الموضوع كانه عبارة عن معرفة الأركان أو المناسك، ويصير الناس تركيزها على هذا الجزء، مع أنه ذا أسهل جزء في الواقع، هذا أسهل جزء وأصبح موجود ومتوفر، ويستطيع أنه الإنسان يوعي نفسه ويعلم نفسه. يعني سابقا كان العلم الناس تروح له، أو بمعنى صح تسافر له لأنه تبحث عن عالم. الآن المعلومات بضغطة زر موجودة، فذي الأشياء مش هي اللي يعني مطلوبة منك. طبعا أكيد ما ينفع واحد يروح كما يقولوا يؤدي عباده وما يعرف كيف يؤديها، إلا لازم يعني طبعا يعرف كيف يؤديها. لكن هناك فرق بين من يؤديها لأنها فرض، وبين من يؤديها لأنها ضرورة له. في فرق، كلمة إنها ضرورة لي معناته الله تعالى ما كلفني بها إلا فيها شيء، فيها حاجة. والله تعالى كما قلنا لا يقر الشارع شرعا أو أمرا إلا وفيه حكمة. فالأهم أنه أنا أبلغ هذه الحكمة، أو على الأقل أفهمها، أو أحاول أو أبذل الجهد أنه أنا أفهم ليش الله تعالى فرض هذه الفريضة، وليش أصلا الله تعالى قالنا يعني، أو الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا لمن استطاع إليه سبيلا. مو هي هذه الاستطاعة، ما المقصود بالاستطاعة؟ وكيف أنا أكون من أهلي الاستطاعة بحيث أن أنا أروح إلى الحج أو إلى أي عمل كان؟ طبعاً يعني يمكن الكثير من الناس تعرف ما المقصود بكلمة الحج، لكن أنا قبل ما أروح لكلمة الحج بسأل سؤال وأريدكم تتفكروا فيه، وأحب واجد يعني هذه مسألة تحدي في الآيات بالذات. يفترض أنه يعني شوية إحنا إذا نبغى نفهم حكم الله تعالى أو حكمة الله تعالى من فرض أي فريضة، عندنا كتاب، عندنا قرآن كريم يبين لنا الحكمة. فخلونا كذا نتأمل أول شيء هذه الآية. يقول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. طيب الله تعالى أول شيء قال وأذن في الناس، وقيل في كتب التفسير أنه عندما رفع إبراهيم عليه السلام القواعد بعدما انتهى وقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أمره الله تعالى أن يؤذن في الناس، أي ينادي في الناس. فنادى بعبارة أنه يؤذن بحيث أنه هو يدعو الناس للتوجه أو أنهم يأتوا إلى الكعبة المشرفة. فرد عليه أو قيل له أنه سيأتيك الناس من أصلاب الرجال وأرحام الأمهات، من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات. هذا في أحد التفاسير موجود بمعنى أنه من سيأتيك الناس من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات. وركزوا معي بذا الكلمتين، فرد الناس على ندائه قالوا لبيك اللهم
ولذلك احنا نعرف في الحق دائما هذه الذكر الجميل اللي يقال، اي اللهم انا استجبنا ولبينا النداء الذي نادى به نبي ابراهيم. هذه احد التفاسير، وبغض النظر عن صحتها او يعني غيره، لعله في شيء هناك ملفت في الموضوع، وانا الان ما راح اتكلم فيه، بس كلمه الناس واذن في الناس، ما قال المسلمين، ما قال المؤمنين، قال الناس، وكأنه العملية لا تخص فقط من صح؟ يعني العملية أصلا ما عملية خاصة بالمسلمين أو بالمؤمنين، قال الناس، ما حدد لنا فئة معينة. وعادة يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا صح؟ أو أيها المؤمنون، بخطاب خاص، لكنه هنا الناس بمعنى أنها تشمل الجميع، وكأنه هنا إشارة إلى أن هذه العملية ليست عملية مرتبطة فقط بفريضة الحج، يعني ما مرتبطة بفريضة الحج، بل بسنة حقيقية اسمها الحج. إيش يعني السنة؟ يعني وحدة من السنن، أو خلينا نقول القواعد أو الأسس اللي الله تعالى يريدنا نعملها أساسا، سواء كنت ستذهب فعلا للحج أو لم تذهب، معناه في شيء أنت لازم تعمله في حياتك، في حاجة لازم تعملها في حياتك، ألا وهي إيش؟ الحج. الحج معناه هنا كل إنسان أساسا مطلوب منه أن يحج. ففكرة أنه إحنا ما نتكلم عن الفريضة كفريضة، أنا أتكلم عن السلوك نفسه، كلمة الحج نفسها، القصد، أي أن كل إنسان عليه أن يقصد، لأنه كلمة الحج معناتها القصد، ونقصد من؟ الله تعالى. فعلى كل إنسان عليه أن يقصد. ثم قال يأتوك رجالا، يعني الناس، وبعدين قالنا رجالا، الرجال فقط؟ طب رجالا هذه ماذا تعني؟ لأنه أحيانا فهمنا للآيات يكون عبارة عن ما يقال لنا، لكنه ما نجلس شوية جلسة كذا مع الآية، جلسة التفكر اللي تخلينا نفهم أصلا الله تعالى ما الذي يقصده عندما سن سنة الحج. وأنا يوم أقول سنة الحج أقصد منهج، أقصد مثل ما نقول أن الله تعالى سن سنة التوبة، التوبة عملية لازم نعملها بعد كل ذنب، كذلك الحج عملية يفترض نعملها بعد شيء، الأصل بعد شيء معين، بغض النظر الآن عن فريضة الحج نفسها. رجالا إيش تعني؟ يمكن يعني لأنها رجالا وعلى كل ضامر، يمكن قصد رجالا يعني على أرجلهم يعني جاي مشي وعلى كل ضامر. إنزين الناس تو تروح مشي؟ ما الأصل، ما الأصل إن القرآن عندما يتحدث فهو صالح لكل زمان ومكان، فإذا هو ما يتكلم عن فئة معينة وما يتكلم عن عصر معين، فكلمة رجالا ما يقصد بها القصد إيش يعني؟ قربتي قصدك الحركة أو التوجه، يعني هم متوجهين أيوة. يأتوك رجالا، الرجال بما أنه هي ترمز كما قلت أنت الأقدام، لا يقصد بها المشي ولكن يقصد بها السعي، يأتوك سعيا، يأتوك وهم يبذلون الجهد من أجل إيش؟ التوجه، بمعنى أنهم سيلبون، سيلبون يعني لما أنت تأذن سيأتوك الناس إيش؟ تلبية، يسعون، أو بمعنى أصح وكلمة رجالا وجود الجيم في الكلمة تعني أنهم سيبذلون الجهد، لأن الجيم تدل على الجهد، تدل على الجهد. الجهد ماله؟ الجهد شوية اللي خلينا نقول اللي مثل لا ما هو مشقة، هو ما ضروري يكون في مشقة، ولكن قوة، يحتاج منك إيش؟ قوة، يحتاج منك استعداد قوي، ما ضروري في مشقة، لأنه يعني الحين على سبيل المثال احنا نروح في الطائرات، نروح في السيارات، والأمور كما يقولوا سهالات بالعماني، فما هي فكرة
ولكن الجهد بمعنى أنه أنا أول شيء لازم مثلا أعتذر من الناس أو أرد المظالم أو إلى آخر، إذا علي مهام معينة لازم أنجزها، فبالتالي هذا تتطلب مني أنه أنا جهد عشان أرتبها وأجهزها. طيب إذا رجالا يقصد بها السعي أو الجهد أو الحركة المبذولة في التوجه إلى الله تعالى. بعدين قال وعلى كل ضامر يأتين. إيش هو الضامر؟ وعلى كل ضامر، على كل ضامر هو يعني مثل اللي هو الإبل قصده، صح؟ على الإبل يعني يجوا على الإبل، بس هي تكون خلاص يعني ضامر، يعني قصده إنه خلاص من هكا يعني بمعنى هزلت أو 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 خلينا نقول حتى قولي هي هو تحليل وقت جميل، بس ما هو ها ضامر. هي باللغة العربية الضامر هي الإبل، يقصد بها الإبل في اللغة العربية، لكن تو إذا كانت الإبل نزلت وإحنا ما نروح بالإبل، صح؟ فتحسوا كأنه المعنى ماله أيوة الآن أصبح في وسائل مختلفة، صح؟ طيب إذن الفكرة ليست الإبل هنا، لأنه أنا أصلا لو اقتصرت على الإبل فأقول إنه هذه الآية ما يقصد بحنو، لأنه أنا ما أروح على ضامر. الضامر يمكن النية، قصدك ضمر النية، ممتاز، ممكن يكون ضمر النية. طب كلمة ضمور إيش يعني؟ الضمور إيش يعني أصلا علميا متى يحدث الضمور؟ الضامر هو لأنه إيش يصير؟ يصغر الشيء، صح؟ يصير فيه انكماش، والانكماش لا يأتي إلا عندما ينقص الماء في جسم الشيء، ينقص الماء بمعنى إنه كمية الماء تصير أقل وتركيز المواد تكون أكثر، فيصبح الأمر ضامرا. وأصلا لو أجي كذا أفكر فيها، ضامر جاية من الفعل ضمرة، وضمرة لو أجي أقسمها إلى جزئين، جزء ضم الراء مو يعني الضم بمعنى حاجة، أيوة الراء إيش هو؟ ما الذي ضمه؟ عشان كذا أنا قلت صحيح، كلامي صحيح، ضمر النية، ضمر النية أو ضمر الفكرة. إيش؟ وعلى كل ضامر، ضامر أي ناوي أو لديه نية، تمام؟ وعلى كل ضامر إيش قال؟ يأتين لاحظوا أول شيء ما قال يأتون، إذن يأتون مفروض ترجع حال رجالا، لكن ما قال يأتون، إذن هنا أصلا حال ضامر، أيوة. فالنية هي الأنثى هنا أو الفكرة، والفكرة أيضا الأفكار مؤنث. طيب إذن هنا يأتين حتى تجي مناسبة للكلمة. لذلك في ناس لما قلت لكم لما أحيانا تأملون الآيات لا يتفكرون فيها وينظرون إلى أنه أنا فهمتها أنه معناها حق، لا لا لا، الأمر أكبر من ذلك، ما مجرد حق، لأنه كلما كنت أعمق كلما كنت أنت أصلا في عبادتك الخشية التي تحركك إلى الله تعالى تزداد، يعني يصير في عندك تفهم قدر الله تعالى وتقدر الله تعالى. ليش؟ لأنه أنا ما وصلت إلى الله تعالى إلا بعد ما وعيت. لذلك الله تعالى دائما يأمرنا بالتفكر، يأمرنا بالتدبر، لأنه أساسا هي هذه العملية اللي تعمق حبي لله تعالى وتعمق أيضا خشيتي له. لكن لما إحنا أصلا إيش اللي قاسين ناخذه من 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 القرآن؟ القشور. وعشان كذا نقرأ، في ناس تقول أقرأ وما كأنه شيء، أقرأ وما أحس،
أقرأ وما يعني وكيف أنتوا تفهموه وكيف يعني كذا. وهي أصلا هي مسألة كم تعطي وقتا للقرآن، أنت كم تعطيه من وقتك أصلا، كلما أعطيته من وقتك كلما أعطاك. شرط أن لا تكون من أصحاب الغلو، يعني ما معناته أنه عدت 24 ساعة يعني لا أنت مع الناس ولا أنت مع يعني لا أنت مع الأحياء ولا أنت مع الأموات، لا ما هي هذه الفكرة. ولكن في فرق لما شخص ينشغل بآية زين أو ينشغل بمسألة فيبذل فيها جهدا حتى يصل إلى معناها. يقال أن الإمام الشافعي كان عندما يطرح عليه مسألة يعني يسأل مسألة فقهية كان ماذا يفعل؟ يعتكف في منزله يختم القرآن ثلاثا إلى أربع. عشان ويش؟ عشان يجيب إجابة ها صحيحة. فأنتوا متخيلين مسألة إنه هو يجلس عشان مسألة، وإحنا عشان مسألة واحدة هتجي ترسل لش رسالة. أستاذة مو هي آية النور على أساس إنه جوجل ما موجود، على اساس انه انا جبت شيء الفته فده مو ايه النور. لا حول ولا قوه الا بالله، انتوا تقولوا تقرئوا المصحف. استاذه مو ايه الكرسي. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني انا احيانا اتعجب حقيقه. طيب لدرجه عندي قدره انه انا ارسل حال انسان جاوبني، ما عندي قدره افتح جوجل واطرح السؤال. يا اخي يعني ابذل شويه جهد، فما بالكم كيف هذا بيعرف الله تعالى وهو مثل هذا السؤال يبغى حد يجاوبه، يعني يدور على حد مسمى يجاوب عنه، يعني لهذه الدرجة. تخيلوا يعني حتى من ضمن الأشياء حقيقة، يعني حاليا أنا أدرس العلوم الشرعية، ولكن الشيء المضحك أنه في المحاضرات أحيانا أسئلة أنا أجلس أقول يا ربي تو يعني تو هذا يعني معقولة؟ معقولة أنا واحدة، وعلى فكرة يعني أغلب الدفعة طبعا إحنا أونلاين فتعفموا يعني أغلبنا إما خلاص عفى عليه الزمن بمعنى إنه صار له 20 سنة كما هي أنا وحالاتهم يعني عجايز، أو إنه يعني على الأقل مخلصة بكالوريوس وباغين دراسة ثانية أو إضافة ثانية، بمعنى إنه ما صغار. فلما تجي واحدة تسألش تقول أستاذة مو يعني فرض عين، مو يعني فرض كفاية، وابوي تو يعني مو درستوا في المدرسة، بعيد الشر يعني للدرجة يعني الواجد حتى يعني تستغرب إنه في هشاشة، فما بالك بالأعمق، يعني المعلومات السطحية ما موجودة أو كم ركعة، ولدرجة إنه أحيانا يشرحون بعض المصطلحات فتجد ردود الأفعال، لدرجة أنا أقول بصراحة يعني ما أعرف إذا في حد هنا دارس علوم شرعية ولا لا، لكن أريد أقول لكم صراحة دكاترتكم فيهم طولة بارض طولة بال، يعني أنا أغبطهم عليها حقيقة يعني ما شاء الله عليهم نفس، لدرجة إنه أنا واحد من اللي درسنا أقول له سوي كذا كذا منبطة منبطف وادي، ولكنه يعني قمة في الروقان حقيقة، يعني أسأل الله تعالى أنه أكون يعني أخذ شوية منهم. ما شاء الله عليهم كيف يتحملوا كمية الأسئلة اللي تنرفز، يجاوبوا ولا يظهروا أبدا أنه استغراب، يعني أبدا ما يظهروا ذاك اللي هو أنه مو ذا السؤال، أنه ما يفترض يعني يسأل وكذا، من غير طبعا هناك مجموعة من السلوكيات ما الأصل، يعني تو انت جاي الدرسي شريعة الأصل توجهك وأخلاق يبدأ إيش شوية إيش يتعدل ينضبط ماشي، ومع ذلك هم فأعتقد يعني أعتقد أنهم اختاروا يعني ونعمة يعني الهيئة حقيقة التدريسية أمانة، يعني ما شاء الله عليهم في هذا الموضوع. إذن كل ضامر يأتين، وهذا يتوافق مع فكرة النية وإتيانها. من أين تأتي النوايا؟ قال من كل فج عميق.
مو العلاقة. قلتي لنا النوايا وتو فج عميق، مو السالفة. أول شيء فج، كلمة فج ماذا تقصد؟ ماذا يقصد بها؟ فج عميق. أحيانا يوم ما تعرف، يوم ما تعرفي لها الكلمة قرب عكسيها وبتعرف المعنى. الطريق بين جبلين، وعادة مو يكون فيه هذا الطريق الذي يكون بينه وادي، يعني حاجة فيها سيولة، سيلان، حاجة فيها سيلان أو سوائل، لأنه أصلا فج عكسها قف، عكسها قف. فالأصل إنه الفج هو عبارة عن ممر بين جبلين، والممر هذا ماله يكون فيه ماء أو سريان ماء. وقال عميق، فج عميق، مو علاقته. يلا، ما علاقته بالكلام اللي قلنا؟ قلنا إنه ضامر ضمر النية، ضم الراء، والراء هي عبارة عن نية رافعة، لأن الراء عبارة عن حاجة تدفعني إلى الأعلى، الأصل يعني حرف الراء يدل على حركة ترفعني إلى الأعلى. فهناك أفكار أريد أن هذه الأفكار تنقلني نقلة، أو النية أنوي نوايا، الأصل تنقلني إلى الأعلى، بمعنى أنه كان عندي ظروف صعبة فأسأل الله تعالى أنه إيش ييسرها لي فتنفك عني وأرتاح، وبالتالي هذه رفعة إلى الأعلى. لكن كل فج عميق إيش علاقتها بالفكرة؟ يعني حتى إذا كان واحد بعيد مش تصعب يحاول، يعني بعيد. ها؟ القلب؟ في شيء ثاني بعد غير القلب. هو طبعا الفكرة مش إنه، لكنه دائما طبعا كل شيء معنوي له تجلي مادي، يعني كل حاجة معنوية لها ظهور مادي على الأرض. لا مش الروح، في شيء عندنا فيه الفقوق هذه، إيش هو؟ دماغ. دماغ ما فيه اللي هي التعرقات هذه العميقة، صح ولا لا؟ ويكون هناك فيها إيش؟ سوائل. أصلاً الدماغ يسبح فيه الجهاز العصبي، مال يسبح ماله في سائل، صح ولا لا؟ يسبح في سائل. طيب أين تمر على شكل سيالات عصبية؟ أين تمر الأفكار والنوايا؟ فإذا أنت لما تفكر فكرة أو تنوي نية، أنت وين؟ هنا حاطنها. وضحت الآية؟ إذا الله تعالى هنا يتكلم عن أنه كل إنسان، كل إنسان لما أمر الله تعالى نبيه إبراهيم أذن في الناس، بمعنى أنه لب الناس، وكل واحد لبيه للتوجه إلى الله تعالى أو يقصد الله تعالى، وهم في دواخلهم نوايا تسبح. لأنه أنت وأنت رايحة أكيد ما عندش فكرة واحدة، أكيد ما عندش يعني حاجة واحدة، حاجات تريدي من الله تعالى أنه يقضيها. ولذلك كلمة فج عميق هذه إذا فسرناها اليوم ولا فسرناها بعد 100 عام هي. وهذا يتوافق مع فكرة أن القرآن صالح لكل زمان ومكان. هل هذاك التفسير خطأ؟ لا طبعا، ما في حاجة اسمها خطأ، لكنه وفق الظروف اللي كان يفسر فيها. فعلا كانوا في هذه الفترة يتنقلون بالإبل، لكن يجب أن أخذ أيضا معنى أعمق يتناسب مع الوضع الآن، خاصة أنه لم نعد نستخدم الإبل ولا نستخدم الأحصنة. وإن كان دائما نسمع مثلا واحد جاي ما عرف من هين بلاده مشي، هذه حالات يعني نادرة ولا تعبر عن العموم. يعني ما أصير أنا أحكم بناء على شخص واحد، وإنما على الحالة العامة يعني للوضع. طيب بما أنه فهمنا الآية الآن، إيش معناتها الآن؟ إيش فهمتوا من فكرة الحق؟ لأن بعد ما فككنا الآية وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا
وعلى كل ضامر يأتينا ها من كل فج عميق. إيش نفهم؟ إيش معنى نفهم؟ الجهد المبذول من أجل إيش؟ تحقيق نوايا. أنا أصلاً ليش أبذل جهد عشان أحقق نواياي؟ معنى مو عندي، عندي مشاكل، في حاجة أريدها تتصلح، صح؟ معنى عندي حاجة أنا خبصت فيها أو أعيش في تخبيص فيها وأريدها مالها تتغير أو تتعدل أو تتطور. ولذلك إيش يقولوا بعد الحق؟ كانهم إيش؟ كأنهم ولدوا، بمعنى أن السابق ماله يلغى ويبدأ إيش؟ صفحة جديدة بنتائج يفترض جديدة. إذن هو جهد مبذول من أجل بداية جديدة، من أجل نتيجة جديدة، صح؟ هكذا الأصل. إذن بالله عليكم، لما الله تعالى يقولكم أن هناك فريضة، هناك فريضة، هذه الفريضة تتيح لك فرصة إنك أنت تبدأ بداية جديدة. من منا ما يبدأ بداية جديدة؟ من منا ما يريد يبدأ بداية جديدة؟ قولوا لي، يعني إحنا واجد راضيين 100% عن حياتنا وعن تخبيصنا؟ ما حد راضي، ومع ذلك يوم يجهز له فلوس، يوم أجيب شغالة، يوم ما أعرف إيش، يوم أحصل محرم، صح؟ إذا أنا حطيت إيش؟ حطيت عراقيل، ولكن الأصل نسيت حاجة مهمة، إنه أنا أساساً عندي مشاكل، ها؟ عندي مشاكل. الغريبة إنه يوم بغينا نروح الحق قمنا نفكر بالمشاكل، لكن إحنا أصلاً طول الوقت عايشين في مشاكل، لكن يوم جينا نبغى نروح إيش؟ وضعنا المبررات. وعرفوا إنه أي طاعة أو أي سنة يسنها الله تعالى لعباده الشيطان يوقف عليها، بمعنى إيش؟ بيخليك وإيش؟ تضع المبررات. شوفي، كل مبرر يأتي مع الطاعة هو حديث الشيطان للنفس. إيه، لأنه هو يعرف، جزاك الله خير، الله يسعدك، لأنه هو يعرف إنه أصلاً عمل الخير هذا بيعمل لك نقلة، هو عارف، لأنه يعرف أن الله تعالى لا يفرض شيئاً. على فكرة ترى الله تعالى غني عن عبادتنا، يعني الفكرة هي ما فكرة إنه أنا أعبد الله تعالى فلا يفرق ذلك في ميزانه شيء ولا في ملكه شيء، ما فرقه، نحن المحتاجين. فإحنا المشكلة إنه معتبرينها فريضة، إذن هي يلا يوم الله تعالى يعني يؤذن بنروح، فخلي الموضوع بنروح يوم الله تعالى يؤذن، فإيش يصير؟ يؤجلون، لو كأنه ضامن، يعني في حين إن الأصل لابد من انتفاضة. كلمة رجالا، الأصل إنه أنا أعمل عملية انتفاضة، يعني ما يفترض إنه أنا أخر الموضوع ولا أؤجل الأمر. وهذا ما بس مثل ما قلنا مع الحق، مع أي شيء، مع أي مشكلة، ما يفترض إنه أنا أجلس ما بيدي حيلة، صح؟ الفكرة هي إنه أنا ماذا؟ يعني أبذل الجهد، لأنه قال يأتوك، عفوا يعني أيوة يأتوك رجالا. طيب، كلمة الحج أيضا، كلمة الحج متكونة من حرفين، الحاء الجيم. ماذا يقصد؟ إحنا كلمة الحج اختصارا قلنا هي القصد، أن نقصد بيت الله تعالى، يعني طاعة وأداء لفرج إيمانا واحتسابا. طيب، هل هذا هو المعنى؟ هذا نسميه إحنا المعنى الاصطلاحي أو أحياناً المعنى اللغوي، لكن هناك معاني مضمورة داخل كل حرف. حج حرفين، عندش الحاء وعندش الجيم، وأنا تكلمت عن الجيم، قلت أيوة. إذن الحركة، الحاء عبارة عن حرف حركة. واحدة تقول لي كيف عرفتي إنه الحاء حرف حركة؟ يوم تنطقي كيف تسوي؟ مو حصل الفمش، فتحتي ولا ما فتحتي؟ من الحلق أدى إلى فتح الفم، صح؟ الحرف جابتنا من هنا، من الحلق، وبعدين مو صار بعده فتح، إذن هي حركة تؤدي إلى فتح.
إذن معناه يحتاج أنه أنا أتحرك حركة تعمل لي فتح. طيب قبل عملية الفتح هذه ما تحصل لابد من رق. يعني إيش رق؟ معناته في شيء أنا هناك هو اللي معطلني، في شيء في الداخل هو اللي معطلني. إيش هو؟ تسويفي، أفكاري، وسواسي، مبرراتي. فأنا محتاجة إيش أسوي؟ أرقها. طب واحدة تقول لي إيش علاقة الرق؟ عملية الرق هذه إيش علاقتها؟ الجيم طبعا حرف جهد، بذل جهد، ورق أيضا. إيش علاقة الرق؟ تحفيز. تطهير. ليش؟ أنت يوم تغسل الثياب ما ترقيهن رق في الغسالة؟ صح ولا لا؟ إذن كيف يحدث عملية انفصال الشوائب، الذنوب، الأفكار اللي ما منها فايدة إلا إذا سويت لها عملية إيش؟ فرك. عملية فرك وعملية إيش؟ خض، كما يقولوا أخضهن زين حتى يوم ما شاء الله عليهن الحريم حيث الفلاق مو سويا يضربوهن ضرب الثياب إذا مواحيات يعني أو شايفات، يوم يجلسن على الفلاق وينظفن الملابس شيء من حتى يجيبن حصاه، ما صح؟ يسويوها. أيوة عند الفلق، بحيث أنه مالها قطعة القماش تتنظف أكثر. كذلك يتنظف الإنسان، لأنه الإنسان أساساً يولد هو صفحة بيضاء عندما يولد. طيب أنا أبحث عن ولادة جديدة، صح؟ أنا أبحث عن حياة جديدة. طيب عشان تبحث عن حياة جديدة أنت تحتاج جسد جديد يولدوك مرة ثانية. يقول رجعوني أصلي ما كنت منتبه، وإنما نحتاج إلى قلب جديد، أفكار جديدة، عقلية جديدة، سلوكيات جديدة، صح ولا لا؟ طيب معناه لازم أول شيء أتخلص من القديم حتى أكون صفحة جديدة وأبدأ إيش؟ أتعلم من أخطاء السابقة. وهذه واحدة من الملاحظات اللي يمكن ما كثير ناس تنتبه لها، إنه بعد الحج يعني أن تبدأ سلوكاً مختلفاً عن السابق. إذا كنت من النوع اللي يكذب بعد الحج ماشي كذب، إذا كنت من النوع الذي مثلاً خلينا نقول عينك زايغة، لا ما عاد بعد الحج، لا، لأنه أنت الآن ذهبت إلى الله تعالى عشان يطهرك، ما ترجع لنفس السلوكيات لأنك هترجع إلى النتائج وربما أسوأ. ليش؟ لأنه أنت ما جابتك يعني في النهاية ما شاف فايدة فيك. وذاك الغريبة يعني ما هو حقا مقبول وسعيا مشكور. وكلمة سعي مشكور تعرفوا إيش يعني؟ تعرفوا إيش يعني سعي مشكور؟ غير الزيادة. مشكور إيش يعني مشكور؟ مع الشكر يكون فيه دواما يعني سعي دائم. معنى إذا أنت بذلت هذا الجهد إن شاء الله دائما تبذله من أجل الإصلاح، ولذلك ندعو له بالسعي المشكور. يعني بمعنى أنه بعده تيجي نتيجة إيش يصير فيها؟ تطور وزيادة ونمو مستمر، هاي معناتها سعي مشكور. أما طبعا حقا مبرور بمعنى أنه ها حق مبرور إيش يعني؟ حتى لاحظوا حرف الباء ترى يعني الباء تدل على البداية، مبرور أي بمعنى أنه تم برك أو تم إيش يعني كما يقولوا إيش خلاص ولادتك من جديد، لن تنالوا البر. ها وضحت الفكرة؟ انزل. إذن الحج هي عبارة عن حركة فيها رق من أجل بداية جديدة. إذن جهد أو حركة مبذولة إيش أصلها؟ الأصل إنها تعمل أو توصلني إلى بداية جديدة من أجل سلوكيات جديدة، من أجل حياة أفضل. طيب هذا الشيء ما يفترض أن نسويه في كل شؤون حياتنا؟ ما الأصل كذا؟ ليس فقط الحق. ولذلك للأسف الناس تظن أنه أنا بنتظر، أنا خليني إلين ما ربي يسر لي وترى الحق، وإذا الله تعالى ما كاتب الله تعالى عالم. لا 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 تحسبي أن الله تعالى لن يسألك، ما تقولي أن الله تعالى ما يسألني لأنه ما مقدر لي، لا 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 لا. ومثل ناس للأسف الشديد، في ناس
أو في بعض المجتمعات تستغربي لا يصلون، مسلمين لا يصلون، لما تقول ما تسقط من الروح الحق، في هكذا بعض المجتمعات، فتبدأ الصلاة هي عمرها 80 سنة بعد ما جات من الحق طبعا، وبعد ما كانت تجمع فلوس للحق ما أدري كم 40 سنة، وعاد يوم راحت طبعا عاد شبعت من الدنيا وخلاص ما بغي شيء منها، ما بغي شيء منها. في فرق بين إنسان يذهب إلى الله تعالى ولا زال هناك صراع في داخله، وبين إنسان أصلا متخلص من صراعاته، لأنه الجهاد الحقيقي اللي فيه صراع، الجهاد الحقيقي اللي لا زال يطلب من الدنيا هو هذا، ما اللي أصلا بايعنها الدنيا خلاص تاك شبعان جاي تو تقول لي شو اسمه أنا أتعبد، تو جاي تصدق تأخرت الموضوع بعد ما شبعت. لا، الجهاد الحقيقي هو في يعني في عز كما يقولوا، إيش مثل لما نسمع أنه فنان تو بادي وأضواء الشهرة وكذا، وبعدين في النهاية يقول لك اعتزل ورجع إلى الله تعالى، هذا الجهاد الحقيقي. أما يجي واحد شبعان وعاد خلاص يعني 90 سنة وحس أنه دنا منه الموت، قال لك تبت الآن، هو طبعا هي التوبة توبة يعني مدام صادق فيها، لكن قصد الفكرة ليش أنا أجل الموضوع، أنا أريد مقاما عليا عند الله تعالى، ما الأصل أنه أساسا أؤجل التوبة أو أؤجل الرجوع أو التوجه إلى الله تعالى. طيب عكس الحق كلمة، عكسه قح صح، القح، وفي حاجة نبى فيها قح موجودة في العامرات، محق محق، هذه كان قلت احنا قح 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 موجودة في العامرات، حد هنا من العامرات مشهورة فيه، ايوه بس مو يسموه شيء، اسم ثاني يسموه قحش صح، يسموه قحش. طيب ايش مشكلة القح والقحش عكس طبعا الحق؟ الحق عبارة عن خطوات منظمة صح ولا لا، ما قالش فيها مناسك، اذا ايضا عملية النقلة او التغيير اللي انت تنشده او البداية الجديدة لا تتم الا عبر خطوات منظمة، يعني ما ينفع نسك تقدمه على نسك وتبدي حاجة على حاجة، فكلمة حق إذن هي حركة أيضا منظمة أو جهد مدروس. أما القح، كيف الحب موجود داخل القح؟ عشوائي، ولذلك القحش ماله فجأة عند الشارع فجأة تلقيه قحم، وانت جايب على بالش انه ذا وفجأة تلقيه قحم عليش، وبعدين راحوا قالوا هذا السحر، هذا حياة فلان صح؟ هذا للأسف ما يعني يحدث، هو أصلا طبيعة الحمير أو القحش نفسه لا يستطيع إلا إذا تم قيادته، لا يستطيع أنه هو ينضبط في حركته، هتلاقيه مرة يمين ومرة شمال ما حايد عمره، لازم إيش تسحبيه، لا يستطيع أنه هو يمشي بشكل يعني خلينا نقول منظم أو مستقيم، تجد أنه حركته دائما عشوائية يمنة، ولذلك القح أو القحش اللي هي عكس الحق معناتها العشوائية، ولكن الحق معناتها مالها حركة مدروسة منظمة، هذا كمفهوم للحق، وضحت؟ طيب لماذا الله تعالى يريدنا أن نحق؟ في مقاصد أكيد، في أشياء الله تعالى يريدنا أن نحققها ونستفيد عشان نوصل للبداية الجديدة، عشان نوصل للنتيجة الجديدة اللي أنا سابقاً ما كنت راضية عن نفسي فيها، وأريد بداية جديدة في حياتي. من ضمن المقاصد في رأيكم، هو ذكرها أستاذ فلان اللي يشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله، نكون قريبين من ربنا، ذكر يعني ذكر والتقرب من الله سبحانه. إنزين، هي هذه المنافع ما هي؟ إيش هي المقاصد؟ يعني الهدف، ايش الهدف من الحركه او من المناسك نفسها، ايش الهدف؟ ها استشعار المناسك لما يروح، لا يعني الله تعالى
لما فرض علينا الحق أو كتبها علينا كفريضة، مو الفائدة، ما الفائدة؟ غير الرجوع. إذن أول عملية أنه أنا أتطهر، يعني رقم واحد أنه أنا أتطهر. من إيش أتطهر؟ من الذنوب والهموم. على فكرة يمكن الناس تتطهر من الذنوب، لكن في شيء ما تتطهر منه اللي هي أفكارها. يعني ممكن أنا أعمل إيش غلط وراح أقول يا رب أستغفرك وأتوب إليك، لكن في أشياء للأسف إحنا ما نتطهر منها، وهذه هي بالذات اللي أصلا تخرب حياة الناس. ولو تلاحظوا الله تعالى قال كل ضامر، بمعنى في أشياء في داخلي تاكلني، فأنا أحتاج إنها مالها تتغير. طب إيش الأشياء اللي تاكلني؟ اللي هي أحكامي تجاه نفسي، نظرتي إلى نفسي، الحكم اللي ألقيه على نفسي والحكم الذي ألقيه على. طيب هسألكم سؤال، إذا الإنسان أكل طعام أو خلينا نقول شرب ماء، إنزين، وهذا الماء أو هذا الطعام بعدين تحصل عملية هضم وعملية امتصاص وإدمصاص وغيرها من العمليات داخل الجهاز الهضمي، فتخرج بعد ذلك فضلات، صح؟ فضلات أو نسميها الخبائث، تمام. هذه الخبائث هل معناه لما الإنسان يأكل أكلا طيبا، الأكل طيب ما في شيء، ثم يخرجه على شكل فضلات، هذا يعني إنه هذا الإنسان قذر؟ أيوة. إذن السؤال الآن، إنسان فعل فعلا قذرا، هل يعني أنه قذر؟ ها؟ يعني إحنا مثل ما نسوي عملية الإخراج، وهي عملية إخراج فضلات، عملية إخراج فضلات، وإحنا لما نقول فضلات يعني أشياء، هل أقول عن نفسي لأنه أنا أعمل عملية الإخراج هذا إذن أنا قذرة؟ طيب واحد يخرج قذرات أيضا من فمه، هل يعني أنه قذر؟ يحتاج الطهر، لكن هذا يخليني أقول عنه قذر؟ إذن إيش المشكلة؟ تعرفوا في علاقاتنا المشكلة أنه لما إنسان يؤذيني مو أقول إنسان ظالم مباشرة، حكمت عليه وصنفته، وهذا التصنيف يفترض أصنف الفعل ولا أصنف، يعني الفعل اللي ما حلو خروج الفضلات، لكن ما معناته أنه أنا قذر أو 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 يعني سيء. كذلك الأفعال، ترى هو هذا فعل وهذا فعل، فإذا ليش دائما في حياتنا أو أحيانا حتى إحنا لما إيش، لما مثلا ينضحك علينا إيش نقول؟ كنت غبية. قول فعلت فعلا غبيا، فعلت فعلا غبي، لأنه الفعل هو اللي غبي بس أنت ما غبي. فهذه الأحكام اللي نلقيها على أنفسنا هي اللي مسببة وإيش المشاكل في حياتنا. ليش؟ لأنه أنا لما أحكم على إنسان نتيجة لأنه ماله، لأنه يعني خلينا نقول فعل فعلا، هو ظلم نفسه طبعا بذلك الفعل، لكن هي الفكرة أنه فعل فعلا وهذا الفعل سيء، هذا لا يعني أنه هذا الإنسان سيء، وإنما فعله هو الذي سيء. الأصل الإنسان مكرم، فإنه أنا أصنفه بناء على فعل، طب ما ممكن يكون عنده أفعال زينة، صح؟ إذا كان أمامي أنا له فعل سيء ممكن يكون له أفعال زينة مع ناس ثانيين. فإحنا إيش دائما مصنفين الناس، إذا زين هو هنا على العين والرأس، إذا ما زين أو فعل يعني مثلا ما يعجبني إذن هو الظالم هو الحاقد هو كذا. والغريبة إنه نفس الإنسان عند إنسان ما شاء الله عليه يعتبر خلوق وكذا، وعند إنسان لا هو سيء. من صنفه؟ أنا حكمت بناء على فعل. طب هل هذا الفعل كافي إنه يخليني أحكم؟ من أنا حتى أحكم؟
طيب المشكلة إيش مشكلة الأحكام؟ مشكلة الأحكام أنها تسيطر على العقل، وإذا سيطرت على العقل تحكمت في مشاعري وفي سلوكي. فإيش يصير؟ لما تحكمي على نفسك إنك أنتي غبية، هل ثقتك بالله تجاه نفسك، بالله عليك تجاه نفسك تكون زينة؟ هل ثقتك تجاه نفسك تكون جيدة؟ تبدأ الثقة مالها؟ وتبدأ لما يقولوا لها اعملي العمل الفلاني، أنا عارفة نفسي، وإذا فشلت ها ما قالت لكم؟ قالت لكم أنا دميرة، صح ولا لا؟ إذن لأنه المشكلة أنه هذه الأحكام تسيطر على حياتنا وعلى سلوكياتنا وعلى أيضا النتائج اللي نحصل عليها. وهذه واحدة أيضا من الأمور اللي يمكن بعض النساء اللي تعاني مثلا في بيتها، أو خلينا نقول مثلا عندها ولد وهذا الولد مجننبها. الغريبة إنه أحيانا هذا الولد اللي مجننبها هو أشطر واحد في المدرسة، بس لما يجي البيت وش تقول؟ طفر بي هذا ما عرف غير عن خوته، مطفر بي. في حين لما تسألي المعلمة عنه تقول ليش ما شاء الله عليه، ولا ومتفوق على زملائه. الآن السؤال، إذا كان هذا الطفل متفوق هنا وهنا أنت، معناته وين المشكلة؟ المشكلة في الطفل؟ في الحكم اللي أنا حكمته وأطلقته على هذا الطفل. وهنا معناه يحتاج أغير فكرتي اتجاه الولد. وأنا أعطيكم مثال يعني، وهذا حاصل في البيت. أنا عندي ولد أخ اسمه إياد. إياد هذا إحنا نسميه الأردني، لأنه أول شيء شديد البياض، وشكله أصلاً يعني ما نعرفه من هين جاي. لا هو يعني هو حلاوة كما أبوه وأمه. المهم هذا الولد واجد حركي، وبعدين دائما ايش يعني تلاقيه جالس كذا جنبش، وبعدين يروح ايش ضاربنش، او يروح ايش يعني مثلا وبعدين يركض يضحك. ايوه هو كذا، بس انا بخبر كيف الاخرين فاهم الموضوع. ايوه وهو من النوع اللي ايش يبدأ يعني يحب لما يلاعب، إنه لازم أول شيء إيش يشحطش، يشد للشعر، إيش المهم إنه إيش يلفت لش انتباهش. طبعاً أي حد ما فاهم الولد إيش يقول عنه؟ ممكن ربشة، مزعج، ما ممكن أوديه مكان، ما أقدر أروح بمكان، ما أقدر كذا 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 كذا. الحلو إنه أمه ما قالت إنه مثلاً شقي أو كذا. إحنا فعلاً لما كان كذا يتصرف كان شوية نضايق، لأنه مثلاً أحياناً مرة سواها فينا، جالسين ناكل نتغدى وجايبنا اللغة ماسكنا إياها ويضحك. طبعاً إحنا ناكل، متخيلين طول الوضع يعني مو تبي تسيبه ذيك الساعة الولد هذا. المشكلة مثل ما قلت لكم، يعني لما تشوف عليه ما تقاوميه، يعني ما شاء الله عليه ما تقدر تقاوميه، منها بيتهفسيه، ومنها يوم تشوفي عليه وهو يضحك هذا اللي دبلعه من حلاوته. بس في نفس الوقت في فعل غلط. فطبعا احنا ايش، لانه كنا اول شيء طبعا ما فاهمينه في البداية، بس امه وش قالت. والحلو لما الام فاهمة، ومش بس فاهمة، الحكم مالها ينفع الولد مش يضره، يعني الحكم وينفعها هي. فايش قالت؟ قالت ترى هو جدا جميل، بس هو هذه طريقته في اللعب. طريقته في اللعب انه هو يحب يلفت لك انتباهك، فانت تتنرفز وتتفاعل معه، فهو يحب الشخص اللي جنبه يتفاعل. فيعني هو كذا. وفعلا لاحظنا لما اول ما قالتنا كذا بدت تعاملنا معه مختلف. فحتى والدي يقول لما أروح عندهم البيت
لما يستقبلني كأنه رجال في حين أنه هو عمره 3 سنين. دخل با يجيب له ماي ويشغل له المكيف ويبطل له التلفزيون وجلس با مو أجيب لك مو أحط لك فيعني تحس فتقولي يعني فعلا. فهي تقول هو واجد يعني من الداخل جميل بس هو هذه طريقته. وفعلا بدينا نفهم حتى صار لما أي حد وكذا نقول لهم ترى ما تخافوا. وفعلا لاحظنا أنه مع الناس الكبيرة يتعامل معهم بطريقة، مع الأطفال لا يشوفهم يصيحوا مالك مو فيك يعني ينتبه له ويلتفت له، هو يحب السلوك التفاعلي. فإحنا دائما إيش أحيانا لما أولادنا ما نتفاعل كثير معهم، هو لا يجبرنا على التفاعل إنه تردوا علي. فطبعا لازم يسوي لنا شيء مستفز، لو شيء عادي ما واجد، رسم رسمة أوكي إنزين شاطر 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 وأكمل شغلي، لكن جايب لي لغة النتيجة اللي باغنها حصلت فيضحك. وطبعا يعني الفكرة هي لا تضع حكما الحكم هذا لا ينفعك أو بمعنى أصح لا يخدمك، ثم اعرف أن لكل شيء جانبين، أنت نظرت إلى جانب فأصبحت متطرفا فيه ونسيت أن هناك جانبا آخر أهملته تماما. فلما تصير عملية التطرف إيش يصير؟ أي شيء فيه تطرف يعني فيه انهيار. لماذا؟ لأن الله تعالى خلق كل شيء بميزان. فإذا كان الله تعالى يعني جعلك ترى من هذا شخصا يعني أو سلوكا سيئا، اعرف أنه أيضا له سلوكا إيجابيا بس أنت ما شايف أنه.